احتضن مركز الفقيد الشاعر يسلم بن علي الثقافي وسط مدينة عتق الحفلة التأبينية للشاعر عبد رب القميشي أحد عمالقة الشعر الشعبي الشبواني. الحفل عرض أبرز مراحل حياة الفقيد الشاعر القميشي الذي برز في الشعر الشعبي الشبواني وكان أحد رواده، حيث استطاع أن يوصل الشعر الشعبي إلى آفاق جديدة، ويعد رحيله خسارة كبيرة للوسط الثقافي. اليوم قمنا حفل تأبين الشاعر الكبير عبد رب القميشي برعاية كريمة من محافظة الشبوه، حضر جمهور كبير كما ما شاهدته، والحمد لله تعبيرا عن حبهم لهذا الشاعر الكبير والخسارة التي تعرضنا لها. خسارة محافظة الشبوه بشكل عام والوطن العام بشكل عام، شاعر كبير أسهم في قرص كثير من القيم النبيلة والجميلة في مجتمعنا على مدى تقريبا 60 عام. توفى الفقيد عمره 70 سنة، ومارس الشعر تقريبا من عمره 8 سنوات أو 10 سنوات. الشاعر القميشي كغيره من المبدعين والشعراء والأدباء اليمنيين الذين رحلوا ولم ينالوا حقهم خلال حياتهم، وهو ما يعتبره البعض إهمالا وتقصيرا بحق تلك المشاعل التي ترك رحيلها فراغا في الوسط الشعري بالمحافظة. اليوم نحتفل في حفل تأبين الشاعر الكبير والظاهرة الشعرية الكبيرة الشبوانية الشاعر عبد رب القميشي في هذا اليوم الحزين على شبوة بفقدها الواحد من عمالقة الشعر الشبواني. لكن للأسف الشديد نحن وكأنها عادة يمنية لدينا أن لا نتذكر مبدعين وحملة مشاعل التنوير في مجتمعنا إلا بعد أن يرحلون. الشاعر عبد رب القميشي كان حيا بيننا، وللأسف الشديد أن تجاهلته السلطة وتجاهل المجتمع بشكل عام، وعاش حياة صعبة إلى حد ما، حالة كحال معظم الشعراء والأدباء والمفكرين في اليمن. فمن هنا أدعو السلطة وأدعو المجتمع اليمني بشكل عام الاهتمام بهؤلاء المبدعين وهؤلاء المفكرين، ومحاولة أن نكرمهم في حياتهم لا بعد مماتهم. رحل الشاعر عبد رب القميشي بعدما يزيد على 60 عاما من ممارسة الشعر الشعبي الذي كان أحد فطاحلته، إلا أنه خلف إرثا ثقافيا وتراثيا متنوعا من خلال تناوله العديد من القضايا والأحداث التي ستظل منارة يستضيء بها الشعراء ومحبو الثقافة هنا.